اليوم نحن دول أفريقيا بحاجة لاستثمارات، بحاجة لتمويل، فرص عمل جديدة، أيضا إيرادات مهمة بتم وجودها عن طريق الضرائب والمدفوعات التي تقوم بها، وأيضا تطوير البنية اللوجستية. يعني اليوم كثير من الشركات التي تذهب للاستثمار وللتنقيب ولصناعة التعدين تحتاج لتهيئة خدمات لوجستية بتتطور مع الوقت، مع وجود أيضا طلب عليها، وهذا كله بصب بمصلحة الدولة وقدرتها المستقبلية على التنقيب بشركات محلية وبالتالي نقل الخبرات. بالنسبة لدول الخليج لا شك، لأنه بالنهاية الاستثمار هو استثمار مهم وناجح يعطي عوائد جيدة على المدى الطويل، خاصة في ظل قدرة الدول على الدخول باستثمارات طويلة مثل ما تفضل الدكتور. وجود القدرة على الاستثمارات طويلة الأجل لدى دول الخليج يعطيها ميزة تنافسية وشروط أفضل بالعمل. أيضا ما ننسى أنه دول الخليج نفسها برؤيتها المستقبلية القادمة وبالمبادرات التي تطلقها كل فترة من رؤية 2030 وغيرها من الرؤى والخطط التنموية، بحاجة للمعادن الموجودة، بحاجة لاستغلال كثير من هذه المعادن، خاصة في ظل دخول دول الخليج بشراكات أساسية بإنتاج الطاقة النظيفة، وخاصة عم نحكي طاقة شمسية وغيره، خلينا نقول تحسبا لأي طارئ ممكن يكون موجود مستقبلا بهذا الموضوع أو بأي حالة من انخفاض الطلب على المواد اللي هي النفط الأحفوري أو الطاقة الأحفورية مثل النفط وغيره.